هنا نروح لخبر ثاني، حيث كشفت الهيئة العامة للترفيه عن الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2023 الذي ينطلق في 28 من شهر أكتوبر الجاري بمجموعة من الفعاليات والتجارب المثيرة والمتنوعة تتوزع بين 12 منطقة ترفيهية. This is nice, isn't it? Yeah. I just wish we were somewhere with a little more action. Hey, Greg. You wish for a little more action? I do wish for more action, Mike. As you wish, Greg. We have such a nice time. Let's party! Just getting started. Bye, sucker. Ready for a little more? Is that all you got? Be careful what you wish for, Greg. Wish for more. يعني من أجمل صراحة الفيديوهات الترويجية اللي شفتها لموسم الرياض. هم كل سنة ما شاء الله عليهم يبدعون في الترويج لموسم الرياض، كمان جميل. يمكن كنا نعلق أنا وزميلاتي وإحنا نتفرج على الفيديو أنه الموجودين أو الأسماء الموجودة أسماء عالمية جميلة ومعروفة ومحبوبة من شتى أنحاء المجتمع وشتى أنحاء العالم عفوا. فلذلك إحنا متحمسين كثير على موسم الرياض. الجميل هرجع أذكر من فترة طلعنا بخبر ارتفاع تارجت 2030 في السياحة من 50 مليون زائر إلى 70 مليون. فإحنا خططنا لا تمشي عبثا، رؤيتنا لا تمشي عبثا. فدائما لما نجمع أو ينتج فيديو ترويجي بهذا المستوى بهذا الحجم وعارف هو رسالته متوجهة لمين؟ للسياحة، للناس، تعالوا زوروا شوفوا الرياض شوفوا المكان. فأعتقد أنه التخطيط الاستراتيجي يعطي مثل هذا المستوى من الإنتاج. فعلا يعني بصراحة أكثر من رائع. وإذا يعني نبغى نتكلم عن شعار الموسم هذه السنة بيك تايم، كل شيء كان بيك، ترى لو لاحظنا البوب كورن بيك والراس بيك وكل شيء بيك والحجم هيوج. يعني بصراحة الفكرة مرة سمارت وكرياتيف، يعني أكثر من رائعة. حلو، صحيح صحيح رائع. إذا هذا الفيديو الترويجي شلون بيكون موسم الرياض؟